تعالى بقى ننتقل لحاجة، خبر يبدو مختلف جدا وجديد. اسكندرية دائما ما تبهرك بالمناسبة، يعني اسكندرية بخلاف انها محافظة جميلة، اسكندرية ده غنت لها الست فيروز يعني، شط اسكندرية يا شط الهوى، اسكندرية حلوة قوي. انا من الناس اللي بتحب اسكندرية. اسكندرية عاملة دلوقتي حاجة غريبة جدا وجديدة ومختلفة وفعلا رائعة. تم افتتاح اول سوق للجملة في العالم بياخد طاقته من الطاقة الشمسية. جديدة دي صح في العالم يا يوسف؟ على حد معلوماتي ايوه يا فندم في العالم. يعني ده عندنا احنا في اسكندرية بتاعتنا، اصل في اسكندريات كتير في الدنيا. اقول له ايوه اسكندرية جمهورية مصر العربية. معانا على التليفون سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية. ازاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا فندم، مساء الخير على الساده المشاهدين. ازاي الصحه يا فندم؟ مساء الفل. الله يبارك فيك. هرجع اخدها ولو حتى من باب المداعبه، اسكندريه بتاعت مصر مش اسكندريه بتاعت حته تانية يعني. احنا اجمل سكندريه في العالم يا فندم. طبعا مما لا شك فيه. ايه حكايه السوق اللي بيدار بالطاقه الشمسيه؟ وهل فعلا ده اول سوق جمله في العالم يستمد طاقته من الطاقه الشمسيه او طاقه تشغيله يعني؟ الكلام ده صحيح طبعا. احنا النهارده يعني كان مشرفنا السيد وزير التموين والدكتوره نبين جامع والسيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي اللي هو كان بينسق معانا في عمل وحده الطاقه الشمسيه دي، وكان معانا طبعا السيد رئيس الغرفه التجاريه. والحقيقه كان يوم رائع النهارده. احنا النهارده بنعتبر اول سوق في العالم بيعمل بخلايا الطاقه الشمسيه الكهروضوئيه بقدرة 100 كيلو وات في منطقة العمرية. يعني المنطقة العمرية كلها ممكن تستفيد من وحدة الخلايا الضوئية دي، مش السوق بس. لو قوينا الشبكة بتاعة الخلايا، وده أمر بسيط جدا وسهل جدا، فممكن نكفي المنطقة بالكامل. خليني أقول لك الموضوع ده ذا أهمية قصوى يوسف بيه بشكل غير عادي. أنا الحقيقة لسه راجع من مارسيليا من 48 ساعة. الحمد لله على السلامة. في مؤتمر في مارسيليا لكل المدن التي تطل على البحر الأبيض المتوسط. والمؤتمر ده كان خاص بالتغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية وخطورتها على كل الدول أو كل المدن اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط. وكانت مناقشات رائعه لمده يومين، ودائره مستديره دوائر مستديره وحفل افتتاح وحفل ختام، وحضروا العمده عمده مارسيليا ورئيس الاقليم الجنوبي هناك رينو موزوليه. وكل ده انا بقوله لسعادتك ليه؟ كل ده بيقول احنا دلوقتي كل الدول اللي على حوض البحر الابيض المتوسط بتعاني من قلق وخطوره من الانبعاثات الحراريه اللي بتؤدي الى ارتفاع درجه حراره البحر، ثم تؤدي على طول الى القطب الشمالي يبدا في الذوبان، ومن ثم زياده منسوب سطح البحر بدرجات متفاوته بين الدول. كل ده هيؤدي الى عمليات نحر على الشواطئ، كل ده هيؤدي الى غرق بعض الشواطئ. البعض العلماء يعني لهم نظرة سوداوية شوية، بيقول لك لا ده المية هتدخل على المدن دي كلها مش الاسكندرية وبس. المؤتمر ده كله كان بيعالج بيسأل كل محافظين وعمد المدن اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط، انتوا كدولة عملتوا ايه وكمدينة عملتوا ايه عشان نخفف هذه الانبعاثات الحرارية؟ صح. واول حاجه اللي بنشوفها النهارده دي السوق اللي بيشتغل بالطاقه الشمسيه ومنطقه العمريه، ده عشان الانبعاثات الحراريه الموجوده. مصر على كلها بالكامل دوله مضاره من الانبعاثات الحراريه والتغيرات المناخيه. ليه يا فندم؟ لان احنا الانبعاثات الحراريه اللي خارجه منا وفق الابحاث العالميه كلها 6 من 10%. 6 من 10%. ورغم كده احنا الدولة المعرضة للمخاطر الخاصة بالانبعاثات الحرارية تكاد تكون الدولة رقم 20 على مستوى العالم. فإذا احنا دولة مضارة، فلابد من ان دول البحر الأبيض المتوسط كلها تتكاتف مع بعض وتتعاون مع بعض
عشان نخفف الانبعاثات الحراريه عشان تستمر درجه الحراره زي ما هي ما ترتفعش وما يزيدش منسوب البحار. وفي هذا الاطار طبعا شفنا اللقاءات والمؤتمرات اللي حضرها فخامه الرئيس، وعشان نعلن ان مصر دوله مهتمه جدا بهذا الامر، وسياده الرئيس عمل لنا في شرم الشيخ في شهر 11 حاجه اسمها كوب 27، مؤتمر خاص بالتغيرات المناخيه. أيوة. لمناقشه الاثار كلها اللي بتترتب على هذه المتغيرات. ويمكن احنا شايفين في اسكندريه كميات الامطار الغزيره جدا اللي بدات تزداد على مدار السنوات الاخيره، دي نتيجه احتباس حراري وتغيرات مناخيه. طبعا طبعا. يمكن بعض العلماء اشار ان ممكن يحدث على بعض الشواطئ ظاهره تسونامي بشكل مبسط او خفيفه شويه، او رياح عواصف رياح قويه جدا، ده برضو جاي نتيجه التغيرات المناخيه. اللي بيتعمل ده يا فندم لما تيجي تقول اسكندريه، السوق اللي بيتعمل ده كان بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي بتكلفه مش كبيره قوي 30 مليون جنيه، لكن هي دي كانت البدايه ان السوق كله هيعمل بالطاقه الشمسيه. حاجة هامة جدا، كل الخلايا الكهروضوئية دي هتكون سهلة الفك والتركيب، زي الفك والتركيب ممكن افكها احطها في أماكن أخرى عشان أستفيد منها في أي مكان أنا محتاج منه. تيجي اسكندرية عملت إيه؟ مبدئيا عشان ده منظومة النقل العام اللي في اسكندرية كلها، إحنا بدأنا نغيرها نخليها أتوبيسات كهربائية، وعندي دلوقتي 15 أتوبيس كهربائي. حلو. طب إيه تاني؟ لا احنا محاولين يعني مش عاوز اقول لك اكتر من 80 اتوبيس بالغاز الطبيعي. طب ايه تاني يا اسكندريه؟ احنا لا احنا عندنا اعمده كثيره جدا، مئات الاعمده دلوقتي عاملينها بالطاقه الشمسيه وليست الكهرباء. ده كلام حلو، بس انا عندي طلب ورجاء وامل. اتفضل. الاسكندريه بتاعتنا زمان، اسكندريه اللي هي مثلا الحته بتاع محطه الرمل والمنشيه الى اخره، أنا عاوز يا فندم في عهد حضرتك كده ترجع لسابق عهدها الأول، المباني ترجع تاني لصورتها الأصلية، الحدائق اللي فيها يعاد تنسيقها، الحتة بتاعت قبر الجندي المجهول النصب التذكاري، الحتة الجميلة دي كلها، دي من أجمل علامات اسكندرية، عايز الحاجات دي ترجع زي زمان يا فندم. أولاً شكراً على وشارع فؤاد بقى والنبي دانيال وكل الطلب. الكلام الجميل ده شكرا على الطلب الهام جدا اللي كل اهل اسكندريه بيطلبوا بيه. والله. ولكن خليني اقول لك ان انا بوجه لك الدعوه خلال شهرين لشهرين ونص هنستلم ان شاء الله محطه مصر، وهتيجي يوسف بي هتشوف عجوبه. انا طول بقول لسعادتك بامانه هتشوف عجوبه ما كانتش على مدار 30 40 سنه محطه مصر بالشكل ده. يلا بينا. لا هنشوف حاجة رائعة، مباني رائعة، ميدان زي الميادين العالمية بالظبط. وأنا وعدت قبل كده وقلت مجرد ما هخلص ميدان المحطة هبدأ في ميدان المنشية ومحطة الرمل وهشتغل فيهم بالتتابع. ليه؟ لأن لازم أشتغل بالتدريج، إحنا حاطين رؤية محددة ومنظومة عشان أنا عندي مئات الآلاف من الباعة الجائلين. جينا لقيناهم كده. ولازم فأنا لازم بحط حلول جذريه، مش طبعا. حل ان انا اشيلهم النهارده وهيرجعوا بعد يومين. هيرجع بعد يومين وقاطع العيش، مش ده الهدف. لا انا بنظم الموضوع بمنظومه معينه واستراتيجيه معينه، واتحدى بعد كده بعد ما نخلص محطه مصر لن يجرؤ بائع متجول ان يدخل فيها او توك توك يدخل فيها، لا هيبقى في ليها اداره كامله، مش من المحافظه، إدارة كاملة من الجهة اللي قامت على المشروع نفسه لأنها مسؤولة عنه، وهتبقى هي المسؤولة عن كل حاجة. يا ميسر الأحوال. هنشتغل بالتتابع. يبقى توكلنا على الله. أنا بشكرك جدا 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 سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، محطة مصر ومحطة الرمل والمنشية والفراعنة، وقص على ذلك بقى كل الشوارع الداخلة والمؤدية. إسكندرية بتاعت زمان كنا نسميها زمان قوي يعني الحي اللاتيني، في ناس تانية تسميها الحي الإيطالي، سميها زي ما تسميها، بس إسكندرية بتاعت زمان الحلوة اللي زي القمر دي، والمكان بتاع البنك المركزي، ما أنا لو قلت أسماء بقى البنك المركزي هو الوحيد اللي ينفع نقوله من غير ما يبقى إعلان.
الحته بتاعت البنوك اللي هناك كلام جميل قوي، ده تحفه معماريه ثروه لا تقدر بثمن بالمعنى الحرفي. لو سلام بقى لو جينا نخش بقى على الحته بتاعت جيلي مونوبولو على سبيل المثال، الحاجات اللي لسه فاضله من الازمنه الجميله، وقت ما كان المعماري بيقعد يبذل مجهود ووقت وتفكير عشان يطلع شغل جميل.